ولسه متواصلين معاكم في أخبار الرياضة تحديدا، لأن النهاردة يوم كروي بامتياز. عندنا مباريات مهمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. النادي الأهلي عنده مواجهة مهمة جدا أمام اتحاد المنستري وصيف الدوري التونسي، وكمان الزمالك هيلعب مع فلامبو البروندي في دوري أبطال إفريقيا. كمان فيوتشر عنده لقاء كالون سيريوني في بطولة الكونفدرالية. هنتكلم عن هذه المباريات بالتفصيل مع ضيفنا محمد مهدي الناقد الرياضي اللي مشرفنا في الاستوديو في صباح الخير. يا مساء صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا هدير، وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. محمد، شايف ازاي مباريات النهارده، وتحديدا لو هنتكلم على مباريات النادي الزمالك؟ خلينا نبتدي بنادي الزمالك، ايه التشكيل المتوقع في هذه المباراه؟ استاذ الزمالك يعني تشكيلته ثابته خلال الفتره اللي فاتت، يعني مع نهايه الدوري كان فيريرا مثبت التشكيل بتاع الزمالك. طبعا كان عنده بعض النواقص في التشكيل، لانه طبعا كان موقوف قيد مرتين وفي نقص في التشكيل، فبالتالي انه اعتمد على بعض الناشئين، فبالتالي انه تشكيلته كانت ثابته. زاد عليها بس ان الزمالك عمل بعض الانتدابات في الانتقالات الصيفيه، فبالتالي انه هيبقى لهم الظهور الاول النهارده بشكل اساسي. هم ظهروا طبعا في كاس سوبر لوسيل زكريا الورد وابراهيم نطاي كاحتياطي، ولكن اليوم النهارده اعتقد ان الاثنين هيبقوا موجودين في التشكيل الاساسي. محمد عواد طبعا لا خلاف عليه في حراسه المرمى، نفس الطريقه الثلاثه دفاع، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، طبعا نظر لغياب محمود الونش للاصابه. في نص الملعب رؤى وزكريا الوردي، نظرا برضه لغياب امام عاشور للاصابه. باك ليفت احمد فتوح، وباك رايت سيد نيمار. وعندك بقى الخط الهجومي زيزو وسيف الجزيري ويعني ابراهيم نضاي. ده التشكيل المتوقع او الاقرب لنادي الزمالك اليوم. عنده ثلاث غيابات النهارده، محمود الونش في الدفاع، عنده امام عاشور في خط الوسط، عنده شيكابالا غايب النهارده للاصابه، فبالتالي ولكن هو عمل انتدابات في الانتقالات الصيفيه تقدر تساعده ان هو يتخطى عقبه فلامبو البروندي، فريق يعني حديث الظهور في دوري صحيح. ابطال افريقيا، فبالتالي انه خبرات المتراكمه عند نادي الزمالك اكثر. كمان نادي الزمالك عمل انه الماتشين يبقوا في 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 مصر، مش برونو طبعا عندها مشكله في الملعب، فبالتالي ان هم كان هيروح يلعبوا في تنزانيا. الزمالك قدر ان هو يوصل لاتفاق مع اداره النادي البروندي انه الماتشين يبقوا في مصر، هيتلعبوا في برج العرب في الاسكندريه النهارده الساعه 7، ويوم 14 القادم ان شاء الله الساعه 7. فبالتالي انه فرص الزمالك في التاهل الى دور المجموعات اعتقد ان هي فرص قويه جدا، وده برضه ما يخبلش حق الفريق البروندي لانه تخطى عقبه الاتحاد الليبي. فريق كويس جدا، فريق متمرس عنده خبرات، ولكن لما يبقى فريق جاي اول مره يشارك في دوري الابطال ويقدر يتخطى العقبه دي ويوصل لدور ال 32، فبالتالي انت لازم تحترم الفريق ده انه ما وصلش اعتباطا. يعني حتى كلام التصريحات المدير الفني واللاعبين انهم عندهم طموح انه الزمالك فريق كبير في افريقيا صحيح. عنده خبرات كتيره، ولكن احنا الطموح بتاعنا ابعد من ان احنا نتوقف عند دور ال 32، عايزين نكمل. فبالتالي انه الطموح والرغبه عند فلامبو يعني تقابلها انه الاصرار والحماس والخبرات عند نادي الزمالك، وانه عايزين يثبتوا لجمهور نادي الزمالك انه احنا لا مش محل بس ان احنا مش بنكسب دوري الكاس بس، لا كمان عايزين ان احنا يبقى لنا تواجد في دوري الابطال، خصوصا انه الزمالك ليه نسختين يعني بيخرج مبكرا من دوري الابطال. فبالتالي انه الماتش النهارده، ماتش الزمالك النهارده لا هو ماتش بتحس انه هو سهل على الورق، ولكن طبعا صعوبته في الملعب 90 دقيقه هي اللي هتفرق في القصه. طبعا مع وجود جمهور الزمالك هيفيد الفريق بشكل كبير يعني. طيب محمد، نروح للاهلي، والنهارده مباراه الساعه 4، ويمكن ده يعتبر اول اختبار حقيقي لكولر مع الفرقه. شايف ازاي توقعاتك للظهور النادي الاهلي النهارده؟ هو مع كل الاهلي طبعا كان بيمر بفتره، يعني اعتقد انها فتره سيئه فنيا. بتتكلم في مدير فني رحل موسيماني، ثم قدوم البرتغالي سواريش، وايضا يرحل بنهايه الموسم، واستخدام السويسري كولر. دي اول تجربه حقيقيه لكولر، حتى اول تعرف ليه مع جمهور النادي الاهلي، انه حتى الماتشات الوديه هو رفض اذاعتها، فبالتالي الناس ما شافتش الفريق مع كولر عامل ازاي. النهارده ده الاول تعرف حقيقي بين جمهور النادي الاهلي وبين المدرب السويسري. كتيبه النادي الاهلي اعتقد ان احنا يعني فنيا ما ينفعش تتكلم، لان هم كلهم لعيبه كبار، كلهم متواجدين في منتخب مصر مع الانتدابات. كمان النادي الاهلي عمل ثلاث صفقات، منهم اثنين موجودين في القايمه النهارده، شادي حسين اول برازيلي سافيو. فبالتالي انه لا، النادي الاهلي خبراته كبيره جدا في افريقيا. في المقابل الاتحاد المصري ده اول مشاركه ليه في دوري الابطال، فبالتالي في هناك فرق خبرات كبير جدا. بتكلم في النادي الاهلي هو بطل دوري الابطال، النادي الاهلي هو 10 بطولات دوري الابطال صحيح. مع فرقه تشارك للمره الاولى. كان عامل سيزون كويس جدا السيزون الماضي يعني بوصافه الدوري التونسي، ولكن يبقى النادي
الاهلي هو النادي الاهلي، تبقى لاعبي النادي الاهلي هم الافضل في مصر يعني على مدار الفترات. خدوا فتره سيئه لانه مع تراكم الماتشات ومع ضغط المباريات كان في بعض القصور الفني والبدني، ولكن مع فتره الراحه الكبيره اللي خدها لاعبي النادي الاهلي يقدروا يستعيدوا مستواهم بشكل كبير جدا. واضح انه كمان كولر يعني عنده انضباط تكتيكي واضح جدا خلال الفترات اللي فاتت، شفناه حتى من التدريبات انه حرص انه تدريبات النادي الاهلي تبقى من الصبح لحد الساعه 7 بالليل. صحيح. ما كناش بنشوف ده الفترات اللي فاتت. واضح كمان انه حتى من تعامل اللاعبين مع السوشيال ميديا ما بقاش موجود، يعني نادرا لما نلاقي حد من لعيبه النادي الاهلي بيستخدم السوشيال ميديا، ده برضو تعليمات من السويسلي كورال. فبالتالي ان هو واضح انه حازم جدا جوه الملعب وخارج الملعب. بدايه تعرفه مع جمهور النادي الاهلي في ال 90 دقيقه هو اللي هيحكم. كولر ده مدرب كبير جدا ومكمل مع النادي الاهلي الفتره القادمه، او لا قدر الله حصل اي دروب في المباراه النهارده هيبقى في مشكله كبيره جاب بينه وبين جمهور النادي الاهلي. شايف ان ده حكم مبكر؟ مش حكم مبكر، ولكن انه هو طول الوقت انه النادي الاهلي محطوط تحت ضغوط جماهيريه وضغوط انه النادي الاهلي لازم يبقى متواجد، انه ما ينفعش النادي الاهلي يعني يغادر دوري الابطال مبكرا. صحيح. بتتكلم في فريق الاكثر حصولا على دوري الابطال، بتتكلم في فريق انه اخر 3 سنوات الاهلي حصل على 2 دوري الابطال وخسر اخر سنه السنه اللي فاتت امام الوداد في المغرب يعني. فبالتالي انه اي دروب بيحصل خصوصا مع الفتره اللي فاتت، انت خسران 2 دوري متتالي، خسران كاس مصر. لكن الفتره اللي فاتت المدير الفني يحصل كمان دروب في افريقيا اعتقد لا صعب جدا. صحيح. انه لكن الفتره اللي فاتت المدير الفني ملوش يد فيها، ملوش يد. طب يعني مبكر اللي انا احكم عليه من المباراه سواريش لما جه ما كانش، اعتقد كان الدوري برضه في طريقه الى يعني الى متعوبه يعني بشكل كبير، ولكن انه شال الشيله في الاخر. صحيح. حتى انه اخر 6-7 ماتشات النادي الاهلي لعب بالناشئين، وده ما يعني ما غفرش للراجل انه الجمهور يقف معاه. لا خلاص انت يعني دورك انتهى. فبالتالي ان هو الحزب مع جمهور النادي الاهلي يا اما مختلف. تكسب وتكمل بعيدا بقى عن انت دي اول تجربه اخر تجربه، لا اما تكسب وتكمل لا اما انك انت بتخسر فخلاص شكرا مع السلامه. خصوصا انه كان في بعض الكلام الفتره اللي فاتت عن انه الانتدابات والانتقالات قليله في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. طب انت تقييمك ايه للصفقات اللي جت جديده؟ كنت لسه بتتكلم على برونو سافيو، تقييمك ايه لل طبعا برونو سافيو هو لاعب برازيلي يعني الناس كلها بتتكلم عنه كويس جدا يعني. ما لحقناش نشوفه لانه حتى الماتشات اللي قدامنا اتعملت لم تزع الشاشه يعني. فبالتالي انه لا حتى التجارب اللي فاتت مع البرازيليين يعني الناس كلها عارفه اللعيبه البرازيليه، ولكن يقدر يتكيف مع لعيبه النادي الاهلي مع الاوضاع في مصر ولا لا ده اللي الملعب هو اللي يحدده يعني. شادع سلا مهاجم كويس جدا وكان عامل ماتشات ممتازه مع سيراميكا كليوباترا وانضم لمنتخب مصر، فبالتالي انه صفقه رابحه للنادي الاهلي. الناس بتتحدث يعني عن انه قله عدد الصفقات، انه الاهلي كان بيتكلم في 5 أو 6 أو 7 صفقات في الانتقالات الحاليه، خصوصا انك انت خسران 2 دوري وخسران كاس. صحيح. وخصوصا ايضا انه كابتن الخطيب رئيس النادي تحدث في يعني عن صفقات احد اللي وخاطب جمهور النادي الاهلي وقال انه احنا عندنا ازمات فنيه، فبالتالي انه هيبقى في انتدابات قويه في الصيف. فالناس ما يعني ما لقيتش ده موجود. ده كله ملوش اي لازمه لو النادي الاهلي تقطع عقبة الاتحاد المنسيري وكمل لدور المجموعات وكمل في البطوله وظهر بشكل كويس مع انطلاق الدوري النهارده، قرعه الدوري الممتاز كمان ظهر كويس. فبالتالي الناس هتنسى موضوع الانتقالات وجبنا كتير ولا جبنا قليل وده مستوى كويس ولا مستوى وحش، لكن اي دروب هيحصل لا هتيجي المسؤوليه على الاداره ان انت ما جبت الصفقات كتيره في الصيف، هتيجي المسؤوليه على المدرب ان انت ما درستش الفريق اللي قصادك كويس، خصوصا انه في فرق كبير جدا بين النادي الاهلي كخبرات وبطولات وبين الاتحاد المنسيري مع كامل الاحترام ليه هو اول سنه ويشارك في دوري الابطال يعني. اي بس شايف ان ممكن نشوف الصفقات الجديده دي النهارده يدفع بيها المدير الفني في المباراه ولا احتمال بعيد شويه؟ لا هو واضح انه البرازيل سافيو هيبقى متواجد في التشكيل الاساسي لانه اعتمد عليه ظهور ليه كده اعتمد عليه في الماتشات الوديه، ولكن ميسي طبعا ما يعني كان عنده اصابه فما سافرش مع الفرقه. شادي حسين موجود اعتقد انه هيبقى على دكه البدلاء لانه حتى الماتشات اللي فاتت كان كولر يعني معتمد اكتر على حسام حسن في خط الهجوم، فبالتالي اعتقد النهارده هيدي الفرصه لحسام حسن في خط الهجوم يبقى معاه على دكه البدلاء محمد شريف، شادي حسين، محمد مجدي قفشه كمان النهارده ممكن يبقى على دكه البدلاء، عدد من اللاعبين. اعتقد التشكيل الاقرب النهارده للنادي الاهلي محمد الشناوي في حراس المرمى، اكرم توفيق كظهير ايمن، 2 مساكين محمود متولي، محمد عبد المنعم، وعلي معلول كظهير ايسر، في نص الملعب اليو ديانج وعمرو السوليه، وقدامهم الثلاثه برونو سافي وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وحسام حسن كمهاجم وحيد في الصندوق. ده اعتقد التشكيل اللي يعني الاقرب بنسبه 99% للنادي الاهلي النهارده امام الاتحاد المنسيري. طيب نروح لمباراه فيوتشر، ويعني
توقعاتك ايه؟ شايف ازاي المباراه؟ يعني اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت في يوتشر انه في اول سنه مشاركه في الدوري الممتاز انه قدر يكسب كاس الرابطه، انه قدر يبقى في المربع الذهبي ويشارك في الكونفدراليه، فاعتقد انه ده في حد ذاته انجاز. لسه الفريق محتاج يعني بعض الخبرات للعب في افريقيا، تخطى دول 64 يعني بصعوبه كبيره جدا، تعادل 0-0 في مباراه الذهاب ومباراه العوده، يعني كسب 1-0 في القاهره بصعوبه، وكان في اخر دقيقه كان في فرصه في العارضه يعني على فيوتشر كان صحيح. ممكن انها تطيح بطموحاته واحلامه في البطوله، ولكن تخطى ووصل لدور ال 32. اعتقد انه وصول فيوتشر حتى لدور المجموعات هيبقى انجاز ليه، ان دي اول مشاركه ليه، اول ثاني سنه يعتبر ليه في الكوره عامه يعني. فبالتالي لا يعني ولكن هم يعني عندهم طموح ان هم يكملوا في البطوله وانه يعني يبقوا بطل للكونفدراليه. اعتقد ان الوضعيه صعبه جدا لانه كمان فيوتشر ما عملش صفقات تقيله في الصيف الحالي، اعتقد صفقاته يعني ليست على المستوى المأمول، فبالتالي وصوله ومنافسته في الكونفدراليه هتبقى صعبه. اعتقد انه فيوتشر ممكن يكمل لدور المجموعات وده يبقى انجاز في حد ذاته يعني. نعم. طيب خلينا نرجع للزمالك مره تانية ونروح لتحديدا فريرة. هل المباراه دي ممكن تكون بدايه ظهور لجيل جديد لنادي الزمالك قبل الموسم الجديد؟ جيل جديد بمعنى موضوع الشباب؟ الشباب. بس هو واضح انه يعني فريرة شفنا كولر يعني فريرة عفوا بيدعم دايما بصفوف الشباب، وشفنا المزج اللي عامله ما بين الشباب وما بين اللعيبه القدامي. خلينا نقول ان الظروف هي اللي اجبرته انه يعمل، صحيح، لانه الزمالك كان عنده طبعا نواقص فوز لا حقق نتائج كويسه والناس كلها تشيد بيه، واي مدرب ما عندوش خبرات فيريرا ما عندوش قوه شخصيه فيريرا هيخاف يعمل ده، هيخاف ان انا العب بالشباب وانا بين يعني سوارش لعب بالشباب وفي الاخر مشي بنهايه الموسم يعني. فبالتالي انه حتى لا ادارات ولا جمهور هتلتمس ليك العذر لو انت بتخسر ماتشات يعني، لكن طالما انت عندك قوه الشخصيه وعندك الخبرات وبتقدر تجازف طول الوقت بالشباب هتلاقي الجمهور طول الوقت في ظهرك يعني. حتى ان احنا شفنا انه في الانتقالات الزمالك عمل 7 انتقالات في الانتقالات الحاليه، انه في بعض الصفقات ما جاتش بسبب ان فيريرا لا انا طلعت عدد من الشباب شاركوا معايا في الدوري الموسم اللي فات عملوا نتائج مميزه، سواء عندك حسام عبد المجيد في كقلب دفاع، يوسف اسامه نبيه، سيف جعفر، سيد نيمار، محمد طارق، بتتكلم على 5 أو 6 لاعبين شباب طلعوا، فقال ان انا ما اقدرش اضحي بيهم في الموسم اللي جاي، لازم يبقوا موجودين معايا في التشكيل. صحيح. وده اللي شفناه حتى من التشكيل النهارده اللي اقرب للزمالك، انه في 3 لاعبين شباب موجودين في التشكيل الاساسي، فواضح ان الراجل هيكمل بطريقته، انه اللعيبه اللي شالته السيزون اللي فات هيبدا يعتمد عليهم برضو السيزون ده مع التدعيمات الجديده. وانت شايف الخطوه دي ازاي مقابل الصفقات؟ لا دي خطوه كويسه جدا، اول انت بتريحك كمان، انت لو اعتمدت سنتين ثلاثه على الشباب سواء الكلام ده للاهلي او للزمالك يعني مش بتكلم على الزمالك خصوصا يعني، هتريح نفسك من مصاريف كتيره جدا. دلوقتي بتفاوض اي لاعب، اهلي والزمالك بتفاوض اي لاعب بيقولوا 20 مليون و25 مليون و30 مليون، بتتكلموا في ارقام صعبه جدا يعني. صحيح. رغم ان عندك في قطاع الناشئين عندك كنوز تقدر الدوري الممتاز كلها بتتصارع على ضم هذه الكنوز يعني. لو انت خدت المجازفه وجازفت انك انت بتعتمد على الشباب، الزمالك وفر مثلا في الانتقالات الحاليه 4 أو 5 صفقات ان هم ما يجيبوهمش مباراه، لان عنده القوام الاساسي ان هو من الشباب طلعوا بقى فريق اول خلاص بقى يعتمد عليهم، فلازم يبقى ده فكر المدير الفني وفكر الاداره ايضا. بص لقينا نفسك وفرت على نفسك 50 مليون جنيه ما جبتش بيهم صفقات، طلعت الشباب بتوعك بيلعبوا، بتدعم بقى قطاعات الناشئين، انه كل قطاعات الناشئين هتبدا يبص انا ليه ما اطلعش فريق اول بالظبط، انا ليه ما اطلعش فريق اول، فبالتالي هتلاقي الحماس والجديه في القطاعات الناشئين. النادي الاهلي لعب اخر او 6 أو 7 ماتشات في الدوري بمجموعه من الناشئين، طلع مجموعه من الناشئين اسماء كويسه، السند اعتقد انه 5 أو 6 طلعوا اعارات لفرق في الاتحاد السكندري او سيراميكا او غيره، هنشوفهم بشكل كبير، هياخدوا فرصه اكتر، هيشاركوا بشكل اساسي مع الفرق في الدوري الممتاز، يقدروا بعد سنه او سنتين يرجعوا تاني النادي الاهلي. فبالتالي من المفروض ده يبقى التوجه بتاع الانديه خصوصا الاهلي والزمالك، لانك عندك قطاعات ناشئين فيها مواهب كبيره جدا، انت في غنى انك انت تشتري يعني كل صيف او كل انتقالات شتويه تشتري 5 أو 6 أو 7 لاعبين، لا انت ممكن تكتفي باللي انت عايزه لاعب او 2 في الاماكن اللي هي فيها نقص، وعندك قطاعات الناشئين تستفاد بيها يعني. طيب لو بنتكلم على المباريات النهارده، شايف مين الاوفر حظا؟ يعني خلينا نقول انه الاتحاد المصري طبعا عشان ما نغفلش دوره، هو طبعا فرقه كويسه جدا، طبعا بيلعب على ارضه وسط جمهوره، بيتكلم في 8000 متفرج النهارده، ولكن خبرات النادي الاهلي تحسب، فالنادي الاهلي يقدر يرجع من تونس بنتيجه ايجابيه على اقل تقدير يبقى التعادل يعني. الزمالك لازم يكسب طبعا، فلما انه بيلعب على ارضه وسط جمهوره وفرقه حديثه العهد، فبالتالي انه الزمالك فرصته اكتر في الفوز على فلامبو ذهابا وايابا، ويقدر يتخطى دور ال 32 ويوصل دور المجموعات،
فيوتشر اعتقد ان هو بيلعب على نقطه انه يعني يطلع باقل الخسائر من مباراه الذهاب، انه حتى يتعادل على اقل تقدير، فبالتالي يرجع هنا في القاهره يقدر يعوض القصه. بيراميدز فاز 2-0 امبارح على هلال الساحل السوداني، فبالتالي انه فرصه بقت يعني قريبه جدا للتاهل للدور الثالث، ونجح برضه ان هو يلعب الماتشين في الدفاع الجوي، فبالتالي انه لا الاربع فرق المصريه عندها فرصه كبيره جدا انها تبقى متواجده في الادوار التاليه سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه، ونقدر نشوفهم في الفترات اللي جايه ان هم يقدروا يوصلوا، يعني نتمنى انه نشوف يعني بطل لدوري الابطال من مصر وبطل الكونفدراليه من مصر. برايك يا محمد مين ابرز المرشحين ل يعني تتويج بلقب دوري الابطال؟ بالظبط دوري الابطال احنا يعني لينا فتره عايشين في دوامه انه الاهلي، الوداد، الترجي، دول الاقرب، صن داونز، دول الاربع فرق اللي هم الاقرب للقصه يعني. الزمالك طول الوقت موجود، ولكن ان الزمالك احيانا بيحصل معاه بعض الفصول البارده، يعني ان احنا بنشوف انه الزمالك نسختين ورا بعض بيطلع من دور المجموعات، اسم الزمالك كبير فما ينفعش يطلع من دور المجموعات نسختين ورا بعض، يعني السيزون اللي قبله وصل للنهائي وخسر من النادي الاهلي 2-1، فبالتالي انه الاربع فرق دول معاهم الزمالك، الرجاء المغربي برضو عامل ماتشات كويسه جدا، فبالتالي ان هم دول اقرب ست فرق للوصول للادوار المتقدمه من دوري الابطال. يعني بتختلف من بعض الامور البسيطه، ممكن تشوف مره الوداد موجود في النهائي، الترجي موجود في النهائي، الزمالك موجود في النهائي مره، ولكن دي الاقرب الاسماء اللي هي بتبقى طول الوقت موجوده في دوري الابطال. الاهلي ليه 3 سنين بيحافظ ان هو بيبقى موجود في النهائي، كسب 2 وخسر 1، فاعتقد ان هو طموحه وطموح جماهيره ومجلس ادارته السنه دي يبقى موجود برده في المباراه النهائيه ويعوض خساره الموسم اللي فات. الزمالك برضه يمن النفس مع صحوه اللاعبين، مع وجود فيريرا، مع التدعيمات الجديده، مع الفوز بالدوري والكاس، انه يبقى متواجد في يعني على الاقل المباراه النهائيه، او انه يقدر يتوج بدوري الابطال. اعتقد ان هو دلوقتي حلم جمهور نادي الزمالك، انه البطوله غائبه بتتكلم في 20 سنه ولا اكتر من 20 سنه، انه الزمالك يبقى بطل لدوري الابطال. يعني احنا بنتكلم على 6 فرق هم القادرين على المنافسه او اللي هيتصدروا منافسه دوري الابطال، مش هيبقى فيه مفاجات. صعب جدا، يعني احنا بنتكلم في 10 سنين نفس الاسماء احنا ما اتغيرتش، يعني زي ما بنقول الاهلي ثابت في مكانه، وبقيت يعني حتى المربع الذهبي ما بيتغيرش، يعني الاهلي، الوداد، الترجي، صن داونز، دول الاربعه اللي طول الوقت موجودين، مره يختلف انه يبقى الرجاء الترتيب بدل صن داونز، يبقى الزمالك موجود بدل الترجي، ولكن دول اقرب 6 اسماء انه يبقوا موجودين. الفرق اللي يعني اللي ما عندهاش تاريخ قوي او ما زين بنشوف ان هو بعيد طول الوقت ما بيقدرش يكمل اكتر من كده، صن داونز برضه من بطوله 2016 ما بنشوفناهوش وصل حتى يعني المربع الذهبي، بيبقى عامل نتائج مبهره في دور المجموعات ويوصل لل يعني بعد دور المجموعات تلاقيه اختفى مش موجود يعني، ولكن دور الفرق دي لان عندها خبرات كبيره، عندها تاريخ، فبالتالي انه بتقدر توصل للمربع الذهبي، بتقدر توصل للمباراه النهائيه. صحيح. فاعتقد ان دور الاقرب للوصول يعني للمربع الذهبي النسخه الحاليه من دوري الابطال. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مهدي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. انا بشكركم جدا وربنا يكون قدمنا حاجه كويسه. شرفتنا يا محمد، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.